يعني. فمن راح يصير عندنا التصور الكامل بالنسبة للكاركترستيك اوف البروبولشن، وعندنا ايضا الكاركترستيك مال باوندري لايرز وقوانينها وقوانين البروبولشن، راح نقدر من خلالها نحدد البيرفورمانس اوف ذا ايركرافت يعني ديورينج ذا تيك اوف ديورينج كلام ديورينج كروز سبيد اند ديسنت. يعني كل مرحله من مراحلها راح نطبق عليها القوانين وشنو تاثير هذه الكاركترستيك اللي احنا درسناها على كل حاله من حالات او مرحله من مراحل الطيران. ان شاء الله هاي بالمحاضرات الجايه، بس انا اوصل المعلومه انه ان شاء الله احنا ناخذ المحاضره الجايه فرد مثالين نوضح بها طريقه اللوجيك التفكير المنطقي شلون للحل. هذا راح يكون مدخل جديد لكم انه تتعاملون مع هذا الموضوع. بعد ما راح ناخذ بعدها ان شاء الله ناخذ المحركات والكاركترستيك مالتها، يصير عندنا تصور كامل على كل البيس جراوند مال الفلايت داينامكس الايروداينامكس اللي فيما يخص البيرفورمانس. وان شاء الله احنا وياكم نستمر، اي سؤال تحتاجون شيء اولادي انا حاضر من هذا. بس نقطه احب انوه عليها ايضا، احنا تدرون احنا من درسنا من البدايه لحد الان اكو مجموعه قوانين اخذناها، يا ريت هذه القوانين انتم مثلا تقعدون بيناتكم كطلبه او ان شاء الله مهندسين بالمستقبل والمستقبل امامكم، انه هاي القوانين توحدوها مثلا خصوصا القوانين الباوندري لايرز اللي اخذناها بالنسبه لللامينر باوندري لاير. شنو القوانين مالتها؟ هاي القوانين مالتها هاي الصفحه، قوانين مال ترانزيشن اند تيربولنس باوندري لاير، القوانين مالتها عطشن من عندي هاي الصفحه، السكن فريكشن دراج شلون انا راح اقدر احسبه على يا قانون هذا القوانين اللي تحسب لي سكن فريكشن دراج، شنو القوانين اللي تحسب لي الدراج سي دي اللي هو ايضا همين اطلع هاي قوانين. فصير عندك فرد رزمه قوانين انت مسويها كلاسيفيكيشن يعني مصنفها حسب كل حاله من حالاتها. هذا راح تخدمنا انه شلون راح من خلال نعطي المثال شلون راح نقدر نتفهم انه المنطق لحل هذه الاسئله اللي راح تجينا ان شاء الله. ارفوا ان شاء الله بالامتحان احنا نعطيكم فر السؤال تحلونه، هو يشمل مع اغلب المواضيع اللي احنا درسناها ان شاء الله. منو عندكم ممثل المرحله؟ منو بيكون ممثل المرحله مالتكم؟ استاذ المختار، والمختار يعني انا حاليا المساعد مالته اللي بدي العب. تمام اريد منك شيء ابني واحد ان شاء الله، ماكم من ندخل المحاضره تعرفوا انا دازلكم الجدول الحضور لحس عام 12 هو يعني ينغلق هذا الحضور وعندكم مجال نص ساعه تدخلون على الحضور هذا. اريدك تنطيني ايش قد عدد الطلاب اللي دخلوا عندنا للمحاضره، يعني ايش قد ماكسيموم عدد الطلبه اللي دخلوا لي من اكمل المحاضره تقول لي يا استاذ هل قد عندي انا طلاب دخلوا عندي بالمحاضره، ولو انا تطلع لي طلعوا لي انتم صوركم تطلع لي انه عددكم موجود، بس خاطر اكون اكثر دقه لانه ما اريد افحص الطالب اذا كان حاضر وانا مثلا ما منتبه او مثلا يسجل عندي غايب وهو حاضر، ما يدب خسف هذا الحق يعني. انطيني فقط العدد، انت تقول مثلا احنا اليوم عدد حضورنا مثلا 20 22 23 24 انا اقدر اطلعها من القائمه اللي موجوده عندنا. ماشي يا اولادي ان شاء الله؟ تمام استاذ تمام. يلا اعتمد عليك ان شاء الله قبل من انتهي المحاضره وانت تعطيني سجلهم انت هسه يمك ماكو اللي يدخلون انت يظهرون عندك. انا بالنسبه لي من افتح على الباوربوينت تطلع عندي غير صفحة فما تطلع لي عندي بالنسبة لكم كحضور يعني. فبعدين أنا ورا المحاضرة أطلع على الجدول وأعرف الحضور، بس أنا إذا كنت من يما كنت كم ساعدني بهاي الجانب هذا وأنا لك ممنون إن شاء الله. يلا نبدأ محاضرتنا اليوم، أهلا وسهلا بكم. إحنا لازلنا شوفوا هاي محاضرة الدراك بولار يعني إيش قد مهمة اللي هي تحددنا فعلا البرفورمانس أوف of aircraft يعني كلش مهمة لأنه شوف إيش قد تشعبات بيها دخلنا بيها بالفورم دراج ودخلنا بيها بالانترفيرنس دراج ودخلنا بيها أيضا
دخلنا ايضا بالموضوع السكن فريكشن دراجون، هاي كلها ضمن فقره واحده ضمن ماده واحده اللي هي دراك بولر في سبيل نحسب شنو الدراك كوفيشنز اوف ذا ايربلين. يعني لذلك انا هاي المحاضره اللي هو شابتر 3 تقريبا هو اطول شابتر عندكم بالسيليباس مالت الماده هذا، وان شاء الله اللي وراها تجي شوي اخف يعني اقل من الكم العام الموجود. فاهلا وسهلا بكم اولادي الطلبه، ومرحبا بكم. نقدم محاضرتنا اليوم اللي هي تكمله من سلسله المحاضرات، اليوم هي المحاضره مالتنا اللي هي رقم 8 الثامنه ان شاء الله. واتمنى انه تكون المواضيع اللي شرحناها سابقا، اذا عندكم علي استفسار او اذا عندكم فرد شيء مفهم ما فهمتوا يعني انا موجود، وتقدرون تراسل انا مكاني معلوم برئاسة الجامعة طابق ال 11، بس اي واحد يسألون هناك استاذ نصير وما يدلكم على غرفتي موجودة، وانا حاضر برسم الخدمة لأي طالب من عندكم يعني يجي لي انا حاضر، اذا اي شيء عنده فقرة ما مفتهمة او شغرة غير مفهمة عنده بالنسبة له او يريد يتعرف على تفاصيل انا حاضر. اهلا وسهلا بكم، هذا موقعي انا وين موجود بالجامعه يعني وداهم برج الرئاسه بالطابق ال 11، اي شخص يصير هناك بطابق ال 11 راح يدلي غرفتي انا يعني وين. واهلا وسهلا بكم. اليوم محاضرتنا تشمل المواضيع التالية اللي هي توبكس الى برزنتيشن اوف ايروديناميك كاركترستيك اوف ايروفويل، جيومتريك كاركترستيك اوف ايروفويل، ايروفويل نومن كلاشر ديزاينيشن واندكت دراج اندوس دراج اوف وينج ودراج كوفيشنت اوف فيوزلاج ودراج كوفيشنت اوف اذر كومبوننتس اللي احنا نسميه ميسلينيوس بارابولك دراج بولار باراسايت دراج اندكت دراج اند اسوالد افيشنسي فاكتور. هاي بالنسبه للمواضيع ان شاء الله راح نتناولها باليوم. انا حقيقه قدمت الجيومتريك كاركترستيك اوف ايروفويل على الكاركترستيك اللي هي اوف ايروفويل، فراح ناخذ انه بالنسبه اللي تعرفون يعني الايروفويل هو الكروس سكشن اوف ذا وينج، وهو من الاساسيات الرئيسيه والالمنت الرئيسي اللي موجود اللي يحدد لي اللي نوع الجناح اللي موجود. فعادة الايروفويل هو most important building of to produce lift force of an airplane اللي هو العنصر الاساسي. طبعا اكو هواي اكو اشكال وتايبس بالنسبة له وفاميليز، يعني هو همين فرد نوع من عوائل كبيرة جدا تصنع الايروفويل. طبعا هو حسب البيربوس مالته وحسب الغرض مالته والموقع مالته والغاية من عندنا، انه هواي اكو انواع مثلا ايروفويلز. ايضا بالمحركات التوربينيه اللي هي ريش الاير كومبريسر مالته او ريش التوربين هي نوع من انواع الايروفويل بس بمواصفات اخرى. يعني المقصود انه الانواع الايروفويلز هي انواع كثيره جدا ومختلفه، بس الغرض مالته وين موقعها هو اللي يحدد لنا هذا. فالمين كاركترستيك اللي اهم شيء عندنا بالنسبه كمين كاركترستيك للايروفويل هو الكامبر لاين. الكامبر لاين اللي هو هذا الكامبر لاين اللي راح تلاحظونه، هذا انا بالنسبه لي عندي الكامبر اللي هو اللي راح يفصل لي السطح العلوي عن السطح السفلي بمقدار متساوي من الاعلى والى الاسفل اللي احنا نسميه شنو زينس. وين يكون هذا الموقع الكامبر لاين؟ هل راح يكون ضمن الربع الاول او النصف او الثلث الاخير؟ فهذا ايضا جدا مهم من الكاركترستيك اللي احنا راح نعرفه، انه موقع الكامبر لاين ماكسيموم كامبر لاين اللي راح نقدر نحدده عن طريق الواي. تعرفون كل نقطه على هذا الكامبر لاين، هذا انا عندي الواي بهالاتجاه، واذا عندي هذا الاكس بهالاتجاه. فبالنسبه لماكسيموم كامبر لاين اللي هو اعلى ارتفاع بالنسبه للمحور اكس نسميه اكس ماكس، اكس سي ماكس على سي اللي هو النسبة المئوية مالته، وبالنسبة للارتفاع باتجاه الواي احنا نسميه واي سي ماكس بالنسبة الى الكور. هاي كمعلومة أولية نقدر ندخل بها بالنسبة للجيومتريك كاركترستيك اوف ايروفويل. فايضا لما قدرنا نقدر نحدد الكامبر لاين
يعني هو الكومبينيشن بين الكامبرلاين ايش راح يحدد لي؟ راح يحدد لي الثيكنس. انا اللي يهمني من الايروفويل شنو الثيكنس، هذا الثيكنس اللي هو احنا نسميه فرونت ايج. لما يجي انا عندي فري ستريم فيلوسيتي من تصطدم بالجناح، اكو عندي هذا المقطع الماكسيموم ثيكنس اللي هو الجزء الفعال اللي اللي يولد لي الدراج بالنسبه للزيرو ليفت دراج، لان هذا ايضا جسم هو هذا اللي يخلق لي عمليه شنو الديفرنشيال بين ذا بريشر ابر بريشر اند لوور بريشر. هذا الثيكنس هو المهم عندي حتى احدد هذا الثيكنس، يجب منه شنو اعرف الكامبر لاين. لذلك الكامبر لاين هو فور كومبينيشن اند وذ ذا ثيكنس ديسكريبشن، يعني ديستريبيوشن راح يوزع لي اللي الشكل المطيار او ينطيني حقيقه شكل الايروفويل اللي هو يعتمد على الكامبر لاين واللي راح ينطيني ايضا الثيكنس. In order to define a shape of the airfoil, we need to draw the upper surface and coordinate and by coordinate XU YU اللي هي XU XU YU. هاي حقيقة قوانين اللي هي ترسم لي أنا شنو ال upper surface هذا وعندي ال lower surface اللي هاي قوانين. وأكو معادلة موجودة بالمحاضرة مالت وأنا ما كتبتها، يعني أنتوا تقروها تطلعون عليه انه شلون الاكس واي سي، شلون نقدر نطلع الكامبر واي سي وشلون نطلع السي واي سي. ايضا هاي بالنسبه للكامبر موجوده عندكم بالمحاضره تقروها تطلعون عليها لاجل المعرفه، لاجل انه انت شلون تحدد هذه الخصائص. انا بالنسبه لي اللي راح اقول لكم اياه كماده توضيحيه بالنسبه لي انا ما عندي مشكله، انتم دارسينها هاي بالايرو داينامكس مو سهل ولا ما اخذتوها بالايروداينامكس هاي القوانين مال الاكس يو الابر سيرفيس واللور سيرفيس. في اليمنى مننا الواي سي والواي تي هي كامبر لاين اند ثيكنس ديستريبيوشن ريسبكت الثيتا تانجنت ثيتا اللي هي هاي الزاويه ثيتا هي السلوب اوف ذا كامبر لاين ات لوكيشن اكس. يعني هنا انا عندي شنو هي السلوب مالتنا، هنا عندي السلوب، هنا السلوب الموجود اللي هي هاي الزاويه اللي راح تتولد لي بالنسبه للمحور العمودي، وبالنسبه للمحور المتعامد مع الكامبر لاين يولد لي في الزاويه ثيتا اللي هي هاي تمثل اللي عندي بالكوساين والساين. هذا فرد نموذج بسيط ناخذه على متوضيح للكلام اللي حكينا به. هذا انا عندي الكامبر لاين من ليدنج ايج الى تريلنج ايج، من الحافه الامامي للحافه الخلفيه. هذا الكامبر لاين شو مثل الواي سي ماكس اللي هذا حكيته مسا، وابعد نقطه من عنده من الليدنج ايج الى اعلى مسافه او على واي سي ماكس مثل لي سي ماكس اكس واي سي ماكس. هذا بالنسبه للكامبر لاين، يعني خاطر نحدد المكان ماكسيموم اوف كامبر لاين وين موقعه، يحدده بالواي سي ماكس ويحدده بالسي واي سي ماكس. اما اذا كان انا عندي سيمتريكال ايروفويل معناها شنو؟ ما عندي كامبر لاين. لما ما يكون عندي كامبر لاين راح يمثل لي الثيكنس مالتي، الكامبر لاين راح ينطيني الثيكنس للابر سيرفيس والثيكنس للاور سيرفيس، وهاي راح اوضح لكم اياها هنا. اما اذا كان سيمتريكال معناها الكامبر لاين مطابق ويا من؟ راح يطابق ويا الكور، يعني ويا الوتر مالته ويا الكور، فراح يكون الثيكنس مالته الى السطح العلوي او upper surface والthickness مال lower surface يكونون شنو متساويين، فهذا راح يصير عندي symmetrical aerofoil. فهنا الdistribution thickness distribution يكون شنو متساوي بالنسبة الى upper and lower surfaces. اما اذا انا عندي camber line اللي هو حكينا به هنا، فالمسافة ما بين الكامبر لاين الى upper surface هي نفس المسافة ما بين الكامبر لاين اند لور سيرفيس، هاي الواي تي هي متساويه. فلذلك في اي نقطه من نقاط الكامبر لاين هنا بالنسبه للابر سيرفيس تساوي لي بالنسبه للابر لور سيرفيس، اي نقطه هنا اذا اختاريتها المسافه ما بين الكامبر لاين الى الابر سيرفيس هي نفس المسافه ما بين الكامبر لاين واللور سيرفيس. اذا اللي يحدد لي الشيب مالت الايروفويل هو شنو؟ حدد لي الكامبر لاين. اذا طلعت الكامبر لاين من خلال المعادلات الرياضيه مالته انا اقدر اطلع الشيب مال الايروفويل. هاي بالنسبه للجيومتريك اوف ذا ايروفويل. فبالنسبه للايروديناميك كاركترستيك اوف
ايروفويل، احنا تعرفون كل ايروفويل الغايه من عنده شنو الغايه؟ انه يولد لي يعني تتولد عندني ايروديناميك فورس. الايروديناميك فورس هي ثلاث انواع، هي اللي عندي انا الليفت فورس والدراك فورس، وعندي المومنت اللي يصير على الليدنج ايج الناتج من الليفت وعند الدراك، اللي هو الناتج منين؟ من السكن والبريشر اللي نورمال على السيرفيسز. فمن اجي انا اللي يهمني منه اول باراجرا او اول الفيجر هذا اللي هو الاي، انا شلون اقدر احصل على الليفت مع تغير زاويه الهجوم بحيث احصل على ماكسيمم، وقدر الامكان احصل على ماكسيمم سي ال، ويكون عندي الالفا قدر الامكان ابعد ما يكون. يعني انا هذا اللي يهمني سيال بعد ما يكون الالفا ستول اللي هنا وعندي سيال، هذا من اللي يحدد لي السلوب اوف ليفت كيرف سلوب. هذا الليفت كيرف سلوب هو اللي راح يحدد لي الانجل ستول انجل، ويحدد لي السيال ماكسيموم. ايضا يحدد لي هذا الدايجرام يحدد لي الزيرو ليفت يا انجل اوف اتاك يكون بها انا عندي السيال صفر. فبالنسبه للكامبر ايروفويل دائما عندي انا تكون شنو سالبه، اما اذا كان عندي سيمتريكال معناه انا لما يكون الزاويه صفر ما عندي شنو فرق ضغط ما بين السطح العلوي والسطح السفلي، فعاده يكون الصفر انا عندي بالنسبه للسيمتريكال ايروفويل راح يتمثل لي عندي بهالاتجاه هذا، يعني يبدي من الصفر. اما اذا كامبر ايروفويل فراح دائما تكون الزيرو ليفت ات انجل اوف ذاك هي اقل من الصفر. هاي بالنسبه لهذا المخطط اللي يوضح لي بعض الكاركترستيك بها. اما بالنسبه لهذا المخطط اللي سي دي اللي هو احنا هذا بالاحرى شو يمثل لي؟ يمثل لي بولار دراج مالت الايروفويل اللي هو السي ال على سي دي، اللي قدر الامكان ايش قد يعطيني ماكسيموم ليفت ات مينيموم. دكتور زحمة واقفة الصورة على السلايد الأول. واقفة الصورة ما متحركة عندك؟ لا لا هسه تحركت لو لا؟ السلايد الثالث بقت علي ما تحركت بعد. هذا اللي تحرك عندكم؟ لا ماشي، لا هسه راح أدخل عليكم مرة ثانية. إيه هسه تحرك. هسه تحرك؟ إيه هسه عندك هاي واضحة؟ اي واضح السادس. هسه يتحركت مو؟ ايه. هسه هاي اذا تشوفوها هذا الباراجراف نعيد عليه شويه، هذا خاف ما فاتكم الشرح به. ايوه. هذا اللي اشر عليه يبين السهم ما اشر عليه مو؟ ايه هسه بين. ايه فهذا بالنسبه الدايجرام الاول اللي هو يمثل لي العلاقه السي ال مع الانجل اوف اتاك. اللي يهمني من هذا الموضوع جدا هو ايش قد انا اقدر احصل سي ال ماكسيموم هذا ستول انجل اوف اتاك اللي هو هاي تحدد لي انا ابعد من هذا ابعد من هذه الزاويه انا ما اقدر لان يصير عندي انهواء بسبب التربولنس العالي اللي يصير بالسيبريشن يصير على سطح العلوي للايروفويل مثل ما شرحنا بالمحاضره السابقه. اللي يهمني ايضا الليفت سلوب كير، هذا الليفت سلوب كير اللي يمثل لي بالدي سي ال على دي الفا او او الفا زيرو نسميه، وعاده هو ما يعادل ب يساوي 2 باي. بالنسبه للكامبر ايروفويل دائما عندي شنو يكون الزيرو ليفت مالتي هي تحدد لي زيرو انجل اوف اتاك اللي هي الفا زيرو ليفت بيه يكون الزيرو. في الكامبر ايروفويل شو يصير عندي؟ اغلب الاحيان دائما تكون نيجاتيف هاي الزاويه، لكن بالسيمتريكال راح يكون الكيرف هذا الليفت كيرف راح يبدي من الصفر باعتبار انا شنو لما تكون الانجل اوف اتاك زيرو فما عندي فرق بالضغط في اعلى السطح واسفل السطح الايروفويل، فيكون عندي الصفر هو يمثل لي هو بدايه الليفت كيرف اللي هو يطلع بالنسبه للسيمتريكال يطلع من الصفر، بينما الكامبر يطلع عندي بالزاويه النيجاتيف. هاي من اهم الخصائص اللي احنا اللي ندرسها في هذا الباراجراف اللي هو السي ال ديبندينج اوف ذا انجل اوف اتاك. بالنسبه لهذا اللي المخطط الثاني اللي بي هو السي ال على سي دي،
اللي هو تقريبا احنا مثلنا بالبولار دراج اللي هو ايش قد نقدر نحصل سي ال وذ مينيموم دراج. اكو فرق جزء هذا تشوفون هذا الجزء هذا الجزء تشوفونه احنا نسميه دراج باكيت فور لامينر اير فلو. هاي نتيجه تطور الفاميليز مالت الايروفويلز اخذوا هذا فرد قيمه معينه بحيث ينطيني ثيوريتيكال اوبتيموم الليفت. يعني انا من اسوي تصميم الايروفويل مالتي اريد الديزاين مالت الاوبتيموم ثيوريتيكال ايش قد ينطيني من خلال شنو اللامينر اريا اللي راح تولد لي دراج. لو تلاحظون هنا أنا الدراج هنا أنا يصعد الى الاعلى الليفت يصعد يزيد عندي الليفت لكن الدراج عندي ثابت. وهي جدا مهمه في حسابات الايروفويل اللامينر ايروفويلز وراح نجي عليها نشرحها ان شاء الله. هذا يمثل لي اللي هو السي الباراجراف سي اللي هو المومنت اللي اون ذا كوارتر اوف ذا كورد اللي هو على الايروديناميك سنتر. هذا بالنسبه للمخطط يمثل لي الى العلاقه ما بينه وما بين الانجل اوف اتاك. لان احنا مثل ما حكينا بالمحاضره السابقه انه المومنت في نقطه سنتر اوف ذا بريشر ايش قد يكون صفر، بينما المومنت في نقطه الايروديناميك سنتر لا هو اكبر من صفر الا فرد قيمه، يعني قيمه اما موجبه او سالبه لكن انه الى قيمه بالايروديناميك سنتر، لكن قيمته في سنتر اوف ذا بريشر هو دائما يكون عندي صفر. هاي اخذناها بالمحاضره السابقه بس مجرد نعيد عليها. فهذا اللي انا حكيت لكم اياه على المخططات هو ما مكتوب هنا كشيء توضيحي. lift coefficient vice angle of attack this curve shown in A has four important features angle of zero lift اللي هي zero alpha اللي حكينا بيه اذا كان camber تكون سالبه واذا كان symmetrical تكون عندي موجبه. Slope of the lift curve denoted by DCL على D alpha or A0 or CL alpha. هاي من هاي المصطلحات اللي تعرف لي شنو slope of the curve. Maximum lift coefficient اللي شلون اقدر احصل depending on the angle of stall angle of attack. الدراج coefficient بالنسبة لل VCL this curve shown in B. اللي هنا عندي مينيمو دراج كوفيشنت اللي يولد لي شنو سي ال اوبتيموم كورسبوندينج تو ذا سي دي ام سي دي مينيموم. هاي ايضا حكيناها انه انا يولد لي هذا باقل ممكن من الدراج الموجود. البيتشنج مومنت حكينا به بالنسبه لمن للايروديناميك سنتر باعتمادا عليه من على الانجل اوف اتاك. لو تلاحظون انه انا زيادة الانجل اوف اتاك انه سي ام على الايروديناميك سنتر لو تلاحظون ان معدل التغير ما له تغير مع زاوية الهجوم التغير نسبي بسيط جدا، يعني لا غير محسوس بالنسبة لمن مو مثل الليفت اللي راح يتولد لي ولا مثل الدراج اللي راح يتولد بقدر ما انه سي ام هذا اللي ثبتناه بالمحاضرة انه قلنا العزم الموجود بالايروداينامكس وما الى علاقه يعني تقريبا ثابت بالنسبه في زوايا في مع تغير زوايا الهجوم. ايضا هذا كبرهان او اثبات للمحاضره السابقه اللي حكينا بالنسبه للايروداينامكس سنتر. هذا حكيناه ووضحناه ان شاء الله لكم. فنجي على الايروفويل اللي هي مسميات او العائله الايروفويلز أكثر عائلة تقريباً اللي هي تستخدم وأيضاً بقية الفاميليز أوف ذا ايروكرافت هن هواية. فإحنا اللي نتعامل في الغالب وفي أغلب الأحيان اللي هي ناكا اللي هي National Advisor Committee for Aeronautics هي منظمة هاي أمريكية اللي قدروا أنه من خلال يعني من العشرينات القرن الماضي أنه يوجدون فالشكل ايروفويل يولد لي قوة رفع وكان يسمونه فيس سيريس يولد لي قوة رفع للطائرات الابتدائية الأولية في ذاك الوقت يعني. فهاي هي المنظمة اللي هي اللي كانت تشتغل على هالأساس. فإحنا أخذنا بعض النماذج من عائلة الناكا وأيضا من العائلة الثانية ناسا وكلارك وايت.
اللي هاي انا كنماذج بسيطه، والا هن بالاله ما اقدر ما تتغطى يعني. هذا تبقى على مدار البحث. اكو فرد موقع على الانترنت راح اقول لكم يا يسمونه ايروفويل تولز. الايروفويل تولز هذا سجلوه يمكم، تدخل عليه على الانترنت ينطيك شكو فاميليز على كل انواع ابعاد واحداث احداثيات، كل مطيار شلون ترسم السطح العلوي، شلون ترسم السطح السفلي، الكامبر لاين مالته ينطيك اياه، اسمه ايروفويل تولز. اثبتوا يمكم شيء كمعلومه تدخلون عليه. على نجي على الكلارك وايت، نشرح مبسط على هاي الانواع خاطر نقدر نفهم، وبعدين ندخل بالتفاصيل اللي هي الناك 4 ديجيتال وال5 ديجيتال وال6 ديجيتال. هذا كلارك واي، هذا لو نلاحظ انه السطح السفلي اللور سيرفيس هو تقريبا شنو عدل، يعني ما بي عندي الكامبر لاين ماله يكون اعلى، بحيث ينطيني الكامبر اوف ابر سيرفيس او ثيكنس اوف ابر سيرفيس عالي. فمن هذا وين يستخدم؟ هذا عاده نستخدمه بالبروبلر بليت، يعني الريش اللي المحركات اللي تستخدم بروب، نستخدمه عندك، نستخدم ايضا في ريش طائرات الهليكوبتر ايضا يستخدمون هذا النوع من انواع الايروفويل اللي يولد لي قوه رفع. لكن انا شنو طبعا متغير بزوايا هجوم يولد لي بها قوه الرفع. اللي يخصني انا انه اللور سيرفيس مالته هو تقريبا شبه مستقيم، يعني ما بينحناء، مو مثل اللي هذا الانحناء الموجود اللي موجود بالبقيه. هذا بالنسبه للسيمتريكال ايروفويل. عاده ان السيمتريكال ايروفويل يكون الابر ان سيرفيس الكامبر لاين مالته صفر. يستخدم هذا غالبا ما يستخدم بالكنترول سيرفيسز اللي هي الاستبلايزر العمودي والاستبلايزر الافقي او الموازن العمودي والموازن الافقي والاليرونز اللي نستخدمها. النوع الثالث من اللي الايروفويل اللي هو ناكا، اللي هو هنا معطينا 2 3، يعني هذا 5 ارقام 5 ديجيتال، ينطيني انه هذا الايروفويل فور لو سبيد ايربلين، طائرات اللي ذات سرعات بطيئه، اللي سرعة مثلا السيزنا وطائرات الهوكر هنتر والطائرات الأخرى. راح نلاحظ أن هاي السرعات مالت البطيئة اللي ماك نمبر مالتها 0.4 0.5 توصل بعض الأحيان إلى 0.6. فهاي الطائرات إحنا نسميها طائرات سبسونيك القليلة، يستخدمون هذا النوع من الأيروفويل باعتبار أنه أكثر لاميناري من الفور ديجيتال اللي ناكا فور ديجيتال. النوع الرابع اللي راح ناكا هذا 6 سيريال 6 ديجيتال سيريال. احنا 6 ديجيتال هو نسميه غالبا ما نسميه لامينار ايروفويل، يستخدم هذا غالبا في الطائرات. وهذا ايضا الناسا جي اي دبليو اس ال 1 ايضا هو ايضا من نوع اللامينار ايروفويل. هذين الاثنين هذين الايروفويل غالبا ما نستخدمهم بالطائرات هاي سوبرسونيك اللي هي مثل طائرات النقل اللي موجوده اللي عندنا البوينغ وغير البوينغ والايرباص، يستخدمون غالبا هاي انواع من انواع الايروفويل لكون انه اللامينارتي مالته جدا عاليه، فالدراج اللي عندي هنا يكون عندي شنو قدر الامكان قليل. هذا النوع الاخر من الايروفويل اللي هو ناسا يستخدم بالسوبر نسميه سوبر كريتيكال ايروفويل فور هاي كريتيكال ماك نمبر اللي هو تقريبا اللي يوصل الى 1.2 اللي احنا كريتيكال ماك نمبر، يستخدم هذا النوع الايروفويل. وايضا عندنا انواع ايروفويل للسوبر سونيك اللي تكون الليدنج ايج مالته اكثر حديه، يعني اكثر حافه الاماميه مالته تكون دقيقة جدا، بعد ما عندي أنا الراديوس مال ليدنج إيش مالتها جدا قليل، بحيث قدر الإمكان إنه يعبر الكريتيكال ماك نمبر ويولد لي عندي موجات صدمية. هذا إن شاء الله أيضا نأخذه بالمحاضرات الجاية. هذا فيما يخص الأشكال الأيروفويل اللي إحنا أخذناها. فلذلك كباك جراوند اللي هذا شوف احنا من 1931 هذا كسر التاريخي
لعملية إنه شلون صارت الأيروفويل أول ما وجدوه، بعدين نتيجة الباوندري ليل والترانزيشن والتيربولانس مالته، قدروا يحددون يتسون عملية التطوير عليه، إلى أن حصلنا بالنتيجة إلى فرد علاقة ما بين الثيكنس وما بين الباوندري ليزن قريب حتى نحصل على لامينار الايروفويل. هذا فرد موضوع بسيط يعني شكل المعلومة للمعلومة هذا. فندخل على نجي نتعرف على الكلاسيفيكيشن أو الأنواع الناكة. هي بالناكة حقيقة عندها 8 سيريز، يعني 8 ديجيتال سيزن، يعني سيريز رقم 1 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 اللي هم وصلوا للرقم 8. احنا اللي راح ناخذ الفور ديجيتال والفايف ديجيتال والسكس ديجيتال، باعتبار هي اكثر فيموس اكثر مشهوره اكثر استخدامها في مجال الطائرات اللي هي السبسونيك اللي احنا نتكلم عليها حاليا في هذه المحاضره. في الفور ديجيتال هي منين يتكون؟ انا اللي همني خاطر نفتهم هذا، انا مفصل لكم يا فير ديجيتال ديسكرايب maximum camber as a percent of the cord. Second, describe the distance of maximum camber from the aerofoil leading edge in tenth of the cord. Last two digital describe maximum thickness. خلي ناخذ هذا الايروفويل اللي هو ناكا 2412، اكو ناكا 2414، اكو ناكا 2416، اكو ناكا 12 ممكن 14 16 18 يصعد. هذا يمثل لي هو شنو الثيكنس اوف ذا الثيكنس اوف ذا ايروفويل بالنسبه للكورد. الرقم الاول شو يمثل لي؟ يمثل لي هذا 2% الماكسيمم كامبر اللي احنا شرحناه بالمحاضره، قلنا الماكسيمم كامبر لاين مالته اللي هو الواي سي ماكسيمم هو ايش قد 2% من طول الكورد. يعني انا اذا عندي طول 100 سم، نفرض أنا عندي مثلاً كورد 1 متر أو 100 سنتيمتر، ف 2% من 100 يعني شيء يصير عندي 2 سنتيمتر اللي هو الكورد ماكسيموم كامبر. ماكسيموم كامبر الأربعة تمثل لي البوزيشن مالته، وين هذا الماكسيموم كامبر بوزيشن مالته بالنسبة لمن؟ بالنسبة للليدنج ايج. هنا أنا شو معطيني 40%، يعني أنا إذا هذا عندي طول الكورد 100% فيمثل لي 50% ونص أقل من عنده اللي هو بالأربعين. هذا 40% هذا راح يمثل لي شنو موقع ماكسيموم كامبر اللي هو 2%. من خلال هذا راح يعطيني شنو 12% الثيكنس مالته ماكسيموم ثيكنس مالته الايروفويل معناه وين عندي بالموقع 40% 0.4 من الكورد. هذا بالنسبة للتوضيح إلى هذا بالنسبة للناقل. ايضا اكو نوع من الهاي هذا بالنسبه للكامبر، اما بالنسبه للسيمتريكال فيعطيني 0015 معناها شنو الكامبر لاين مالته صفر، الموقع مالته انا عندي والثيكنس مالته ايش قد هو على 0.3 هنا بس اللي ماكسيمم ثيكنس مالته اللي هو ايش قد يعطيني 15. هذا بالنسبه ان الناكا اللي هي 4 ديجيتال. نجي على الفايف ديجيتال. الفايف ديجيتال هي النوع المحسن او المعدل من الناقة اللي هي فور ديجيتال. من خلال شنو؟ انه لاحظوا انه الكامبر لاين عندنا بالفور ديجيتال هو يقرب بمسافة 0.4 يعني متأخر الى الخلف بعيد عن الليدنج ايج. اذا قدمنا الماكسيموم كامبر يعني ماكسيموم ثيكنس او ذا فوير باتجاه الليدنج ايج راح نحصل على سي ال ماكسيموم اعلى من اللي هو ما موجود اللي بالفور ديجيتال. فلذلك صار تصنيف او ذلك حتى نحدد الموقع الماكسيموم كامبر بالنسبه للفور ديجيتال خلوا له شنو حرف اضافي، فصار شنو عندي؟ صار عندي خمس احرف اللي هي ال بي اس دبل تي. ال هو بالنسبه للرقم الاول شيء مثل اللي هو ثيوريتيكال اوبتيموم ليفت كوفيشنت اوف ايديال انجل اوف اتاك اللي هي قلنا سي ال اوبتيموم اللي شفناها بالدايجرام قبل قليل. هذا ايش قد نحدده؟ حددته 0.5 من العالي. يعني ايش قد انا عندي اول رقم 2 اضرب 2 في 0.15 راح يصير عندي 0.3 معناها انا عندي سي ال اوبتيموم 0.3. اما اذا مثلا 1 راح يكون عندي 1 في 15 معناها عندي 0. ممكن انه يكون 0، نعم ممكن انه ينتهي 0.
This is not same as the lift coefficient. لكن هذا يسموه theoretical اللي هو lift coefficient اللي يخص بالتصميم العرفوي. أول رقم يمثل لي هذا أول رقم نضربه في O point في 15. الرقم الثاني شو يمثل لي؟ يمثل لي X coordinate of the point maximum camber at X يساوي من X. هذا X وين موقع هاي الماكسيموم كامبر بالنسبة إلى قيمة X اللي X هي شنو؟ اللي 0.05 بي. يعني شقد أنا عندي رقم بي 3 أضربه في 0.03 يطلع عندي شقد 0. مثلا 15 معناها أنا كم ماكسيموم كامبر لوكيشن مالته أو موقع على 0.15% من طول الكورد. الاس هذا مثل السمبل ديجيتال انديكيشن وذر ذا كامبر السمبل اذا زيرو او اذا هو ريفلكس. الدبل تي هذا نفس اللي هو ما موجود بال فور ديجيتال اللي هو ماكسيمم ثيكنس اوف ذا كورد اللي نايقي. راح ناخذ فرد مثال بسيط على ناكا اللي هي 3211 12. هذا البروفايل حتى اقدر اني اقرا انه البروفايل ديسكرايب ذا ايروفول ديزاين lift coefficient theoretical lift coefficient اللي هي وش قد يعطيني اول رقم 2 في 0.15 يعطيني 0.3. the point of maximum camber location 15 يعني 3 في 0.05 يعطيني 15% معناته يعني هذا maximum camber مكانه ايش قد هي 15% من طول الكورد اللي هو 3.5. reflex مالته اللي هو رقم 1 ال 12 هو شنو؟ هو ماكسيموم ثيكنس اوف ذا كورد. انا راح اجيكم على يمن على الايروفويل ديزاين ليفت كوفيشنت اوبتيموم اللي هو 0.3. هنا راح ارجع لكم على هذا الدايجرام. لو تلاحظون هاي الاوبتيموم اللي قلت لكم عليها ايش قد قيمتها ضمن الديزاين مال الايروفويل. هاي تشوفونها اولادي الدايجرام لو لا طلعتكم واضح؟ اي نعم دكتور. إيه هذا إيش قد حسبنا الأوبتيموم؟ هذا نحسبه من خلال الفاميلي أوف ذا ناكل. عرفت شلون؟ إيش قد هسه إحنا طلعنا مع 2 3 1 1 12 اللي هناك حسبنا قلنا 2 في 0.15 0.3. يعني أنا أجي أحسب 0.3. هذا الباكل لامينر ريفلو إيش قد يصعد فوقه وإيش قد ينزل جوا بحيث ينطيني اللي هو هذا الرينج مات السي دي مينيموم. فهذا السي دي مينيموم اللي هو الباكل اوف ذا لامينر اللي يعني هذا الايرف اللامينر بس قد اعلى من عنده وايش قد اقل من عنده. هذا يجي ان شاء الله بال 6 سيريس اوف ذا داكا اللي راح نجي. هذا بالنسبه الى هذا. هسه احنا عرفنا انه حسبنا الاوبتيموم مالته هذا بالنسبه لل 5 ديجيتال سيريز. هناك 6 سيريز اللي هي شن عبارة عن 6 أرقام يعني بيها 6 ديجيتال 6 مثلا 2-215 6 6 2-0 15. ممكن عندي 6 1 2-3 1 5 أي يساوي 0.5. هاي الأي من الصفر إلى الوان اللي هي تمثل لي الماكسيموم أريا. حتى نتوضح على هذا فناخذ فرد مثال بسيط جدا علي. اخذنا ناكا اللي هي مثلا 612-315 اول رقم 6 اللي هو يمثل الفاميلي. هذا هو يعني معناه يقول لي هذا الفاميلي مال تشغيل هو 6 ديجيتال ايروفويل من هذا السيريس. الواحد ان هاز ذا اريا اوف مينيمم بريشر. لو لاحظ انه هذا الايروفويل اللي ناكا المينيموم اريا او مينيموم بريشر اريا ايش قد هنا بالنسبه لي؟ انا عندي 10% من طول الكورد. يعني انا من اخذ 10% انا عندي هاي عندي مينيموم شنو مينيموم بريشر يتولد هنا. بينما هذا ايش قد رقمها 6 معناها 60% ياخذ من عندي شنو مينيموم. هذا معناه هذا يميل الى اللامينر اكثر من ما هو ميل للفايف ديجيتال. هو المطلوب اللي احنا نريد اللامينر باوندري لاير قدر الامكان نحافظ عليه اوسع. هنا عندي 60% في هذا المثال. هذا المثال عندي رقم 1 يمثل لي 10%. الاثنين هاي اللي السفليه هاي السفليه
هاي هذا الشيء مثل اللي يمثل لي مينتين لو دراج 0.2 اباف ذا اند بيلو ذا ليفت كوفيشنت اوف 0.3. اللي واي 0.3 منين اجت؟ هي رقم 3، هاي رقم 3، هذا يمثل لي اوبتيموم ليفت كوفيشنت. الناس قد انا عندي 20، الناس قد عندي 0، بمعناها هذا البكر اللي حشيته على الدايجرام ايش قد راح يصعد فوق الاوبتيموم 0.3 0.2 وينزل من عند 0.2 اللي حشينا بيه بالدايجرام مال السير على سي دي اللي قبل قليل، اللي هذا احنا سمينا لامينر باكل الدراك كوفيشنت. فاذا كان هذا معناها صفر، معناها انا ايش قد الليفت عندي، الليفت عندي راح يصير عندي صفر، فراح يكون على نفس محور سي دي صاعد نازل 0.2 الا على 0.2 للاقل. اذا كان عندي 2 راح نرجع عليه مره ثانيه نوضحه هذا بالمخطط اللي احنا درسنا. هذا عندنا البكر قد عندي الاوبتيموم. اذا كان صفر معناه هذا وين ينزل؟ ينزل هنا يصعد 2% 0.2 ينزل 0.2. إذا كان هذا قيمته 0.2 معناه هذا صاعد لي فوق 0.2 نازل من عندي 0.2. إذا كان ممكن هذا يصير هنا، نعم، إذا كان عندي CL Optimum مثلا 0.4 فراح يصير عندي أعلى قيمته أعلى. فهذا اللي هو نحكي فيه بالناكرة اللي هي 6.0 اللي ما يمثل عندي هذا الرقم الصغير اللي هو الاثنين. الداش ما بعد الداش الرقم الثالث هذا يمثل لي اللي هو ماكسيموم اوبتيموم او ثيوريتيكال ليفت كوفيشن. ال 15 اللي هي الرقمين الاخيره تمثل لي ماكسيموم ثيكنس 15 اوف ذا كورد، يعني هذه المسافه بينا هي 15% من طول الكورد. هاي بالنسبه الى الناك 6 ديجيتال. هاي انتو دارسينها في مادة الايروداينامكس ممكن اعتقد ماخذينها انتو يعني. هذا الشرح اللي الفرد شرح مبسط اللي انا حكيت لكم اياه، ان شاء الله تطلعون على المحاضرة بالاضافة الى ما موجود عندكم بالبي دي اف يصير عندكم تصور واضح على هذا الموضوع. بالنسبة للناكا فاميليز اللي يمنى من هذا الموضوع ايضا اللي راح ندخل على التوبك الاخر اللي هو induced drag of the wing، وهذا من المواضيع المهمة جدا في عالم الطيران والمشاكل المهمة والتطورات اللي صار في كيفية تقليل ال induced drag. مثل ما احنا عرفنا قبل من المحاضرات السابقة ان ال induced ان ال drag total drag of the airplane هو عبارة عن ينقسم الى قسمين، هو الباراسايت drag او احنا نسميه البروفايل دراج والانديوس دراج. وشرحنا الباراسايت دراج اللي هو شيء يتمثل اللي بيه اللي هو الدراج اللي ما يعتمد على الليفت، يعني ما له علاقه بالليفت، له علاقه بما بالانترفيرنس دراج الا بالفريكشن دراج وعندي فورم دراج. الباراسايت او البروفايل دراج هو عباره عن ثلاث انواع من الدراجز اللي ما له علاقه not يعني independent بالنسبة للليفت فورس أو الألفا. الانديوس دراج لا، إحنا نسمي هذا الليفت دراج، دراج ديو لليفت، يعني هذا يتولد لي نتيجة تولد قوة الرفع. يعني هو شنو انديوس معناه شنو؟ هو فد دراج يعني كبح حثي يتولد نتيجة قوة الرفع بسبب الجناح. هذا الجناح لما يصير بي قوة رفع راح يولد لي induced drag، بينما الباراسايت راح يعتمد عليه من راح يعتمد على geometric of the airplane، يعتمد على الشكل الهندسي للجناح والشكل الهندسي للفيوزيلاج والمجموعة الذيل وأيضا landing gear والنكلز وكل المثل الأمور الأخرى المرتبطة اللي تخص بجسم الطائرة احنا نسميه باراسايت drag. لكن الانديوس دراج اللي هو يتولد نتيجه شنو؟ قوه الرفع اللي يتولد على الطائره، لذلك احنا نسميه بالكبح الحثي. وهذا عشان اعطيكم اياه، هوايه موجوده عليه امثله موجوده وهالمجال هذا الانديوس. شلون راح يتولد لي هذا الانديوس دراج؟ بما ان انا جنح
عندي هو يقسم لي الهواء إلى نصفين، النصف العلوي وإلى النصف السفلي، وأن الجناح ذات فاينايت يعني في إسبان بطول معين محدد بالإسبان اللي هو فاينايت إلى فرط طول إسبان معين. عادة الضغط اللي يصير أسفل الجناح أعلى من الضغط اللي يصير فوق الجناح. يعني أنا عندي لو فريجر وعندي هاي فريجر أسفل الجناح. لما يكون الجناح منتهي بهذه الحافة بالتب والتب أوف ذا وينج والتب أوف ذا وينج، هنا أنا عندي الضغط عالي، هنا عندي الضغط واطي، هنا عندي الضغط عالي، فدائما الفلو يصير عندي ينتقل من الهاي هاي بريشر ريجيم تو ذا لوور بريشر ريجيم. ايش راح يولد؟ راح يولد لي سويرنج، يعني شنو دوران، حيصير عندي دوران بالهواء خلف الجناح. هذا الدوران لو تلاحظون الاتجاه ماله دائما يكون باتجاه الى السطح الاعلى الى الدخول، معنى يسحب لي الهواء من اسفل الجناح ونحوله الى اعلى الجناح، يسحب الهواء من اسفل الجناح راح يحوله الى اعلى الجناح. هذا احنا نسميه شنو؟ انديوس دراج. طبعا هذا راح يشكل لي فرد فورم، راح فورم خلف الجناح، راح يولد لي شنو؟ وينج تيب فورتيسيس. هاي الفورتيسيس اللي راح تصير من تتولد وين؟ من حافتي الخارجيه للجناح. تتاثر لو ما تاثر؟ نعم تأثر، راح نقول لك شلون راح تأثر هسه. راح نلاحظ هاي لما الفورتيسيز لما نصير هنا على خلف الجناح ايش راح تسوي؟ راح تسوي شغلتين اساسيه، بما انه هاي الاتجاه مالها كانما انه تجبر الهواء الى الدخول الى الاعلى وتسحب الهواء من الاسفل، راح تخلخل لي الضغط. من راح تخلخل لي الضغط راح تسوي الاتجاه الدوران ماله الى الاسفل، راح يولد لي شنو؟ داون ووش. هذا الداون ووش اللي يصير ما خلف الجناح من التب الجناح راح يسوي للريليتيف الفيلوسيتي، راح ينزلها الى الاسفل. يعني انا عندي الفيلوسيتي تجي بالاتجاه، راح يحرفها الى من؟ يحرفها بزاويه معينه احنا نسميه انديوس دراج، راح يولد لي قوه عموديه الى الاسفل اللي احنا نسميه شنو؟ داون ووش فيلوسيتي. هاي راح تشكل لي مركبه ويا ريليتيف الفيلوسيتي اللي هو مال ستريم لاين فيلوسيتي. من راح تشكل لي مركبه عموديه راح تحرف ليها بزاويه معينه احنا راح نسميها بال انديوس انجل اوف اتاك، مثل ما احنا هاي اللي راح الرسم التوضيحي للكلام اللي حكينا. فمن اللي يتولد لي الفورتيسيز على الحافه الخلفيه راح يولد لي شنو؟ داون ووش فيلوسيتي باتجاه الاسفل. هاي عند الريليتيف فيلوسيتي راح تتعامل وايضا مع من؟ مع هاي السرعه السفليه اللي هي داون ووش، بزاويه معينه راح يتغير اللي ريليتيف اير فلو فري ستريم، اما راح يصير بزاويه معينه اللي هي سمي انديوس دراج النائل ابسولوت الموجوده. فمن قلت صار عندي انحرف عندي اتجاه ريليتيف، معناها انا شنو عندي؟ قلت الانجل اوف اتاك، لان انا الانجل اوف اتاك هي الزاويه المحصوره ما بين الكورد ومتجه السرعه اللي هو ريليتيف اير اوف ذا فري ستريم. صار عندي انديوس انجل اوف اتاك بسبب الداون ووش، قلت الزاويه، صارت زاويه الانجل اوف اتاك هاي الزاوية الانجل اوف اتاك احنا شو نسميها؟ نسميها افكتيف انجل اوف اتاك، اصبحت بدل ما هاي الزاوية اصبحت هاي الزاوية القليلة. فاذا الافكتيف انجل اوف اتاك هي شنو؟ هي زاوية الانجل اوف اتاك ناقصا انديوس انجل. فبيجي حالة ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي قوة الرفع راح تقل. فمن راح تقل عندي قوة الرفع على الجناح بسبب شنو؟ انه لو لاحظ هنا طول الجناح جزء الذتب هذا راح شنو؟ نفقد به قوة الرفع. هنا راح نفقد قوة الرفع. من راح نفقد قوة الرفع هنا معناها الاسبان مالت الجناح شنو؟ ثيوريتيك قل. فمن قل الاسبان مالت الجناح مالت بيجي حالة قلت عندي قوة الرفع. يعني لو تلاحظون هذا الجزء، هاي النقطة هي التب اوف ذا وينج، هاي النقطة عندي التب اوف ذا وينج، جزء من عدها هذا الجزء اللي هذا اللي يأشر عليه، هذا احنا فقدناه بسبب الفورتيسي اللي يصير بالخلف بسبب الداون ووش. فاصبح عندي هسه الجناح
السبان مالته منا الى لنا قلبي هاي المسافه لاني قلب، فهذا السبب اللي راح يقل عندي قوه الرفع بزاويه شنو انديوس، فلذلك اللفت هنا أنا اللي راح يتولد لي يتولد لي على بالنسبه للافكتيف ريليتيف اير فلو وليس ريليتيف اير فلو، انما الافكتيف هاي اللي راح يصير يقل. فانا بيجي حاله ايش راح يصير بالطياره؟ يجب ان ازيد زاويه الهجوم على مود ازيد قوه الرفع، كل ما زي زاوية الهجوم كل ما لي أيضا أزيشن induced drag. فلذلك هذا ال induced drag coefficient إلى علاقة مباشرة مع مربع CL أو مربع اللفت اللي هو CL2. المعادلة مالته شنو؟ أكو فرد فاكتور هو CL على باي بي، CL تربيع على باي أي اللي هي ال aspect ratio مالت الجنة. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للايروفويد. بما أنا عندي سبان الايروفويد عرفون السبان ماله إنفينيتي، لكن بما أنا عندي فاينايت سبان فأي يدخل عندي فاكتور تأثير الانديوس لدراج باي فاكتور اللي هو الدلتا، هذا يسمونه دلتا، هو يمثل لي إندكت دراج فاكتور which depend on the aspect ratio, taper ratio, sweep angle and Mach number. هذا إلى علاقة بهذا، لأنه وشنو هذا الجناح باعتبار جيومتري محدد وليس إنفينيتي، فليدخل عندي هذا الدرن. هذا خاطري يوضح لي شنو إنه تأثير شقد تأثير CD induced coefficient drag على من على الجناح. هذا أنا أوجد التأثير مالت induced drag coefficient باي سي ال تربيع على اي يسمي اي وينج، هاي الاي احنا نسميها افشنسي اوف ذا وينج، يعني ايش قد الاداء هذا الوينج يعطيني اياه من خلال الاي وينج، هو هذا اسوال افشنسي فاكتور اوف ذا وينج. هاي المعادله اللي هي تمثل لي شنو سي دي اي. هسه عرفنا انه نتيجه الفورتسيز اللي راح تصير خلف الجناح راح يولد لي داونوش، من ولد لي داونوش راح يولد لي شنو انديوس انجل، هاي الانديوس انجل راح تغير لي اتجاه ريليتيف اير فلو بزاويه الانديوس، راح تقل عندي الانجل اوف اتاك، تتحول الى تقل عندي الانجل اوف اتاك مال الجناح، من قلت عندي الانجل اوف اتاك قل عندي شنو اللفت، فهاي الانجل اوف اتاك اللي قلت هي شنو اللي راح المتبقي مالها راح نسميه الافكتيف انجل اوف اتاك. هاي بالنسبة للإنديوس لدراك هاي المعادلة مالته. هذا الإي أوف ذا إنج اللي هو أسود إفشنسي فاكتور عادة القيم مالته يعني هو من 0.7 إلى 0.9، لما يكون رقم واحد الإي إذا تساوي لي واحد معناها أنا ما عندي شنو إنديوس دراك، طالما أنا عندي إنديوس دراك فإذا معناها إلها فرد قيمة، هي عادة تتراوح ما بين 0.7 إلى 0.9 أو بعض الأحيان تعبر بالنسبة للفور سبسونيك سبيد وبالنسبة للكريتيكال كريتيكال سوبرسونيك اللي هي أما 1.2 هي تتراوح ما بين 0.3 to 0.0، يعني معناها شقد تأثر، هاي ترى قيمة تأثيرية على من على الجناح، يعني شقد تخفض من الإفشنسي مالت الجناح بهذه القيم اللي هي 0.5 بالنسبة للسوبرسونيك اللي حل اللي كريتيكال ماك نمبر، وبالنسبه للسبسونيك تقلل من تاثير الجناح ب 0.7 الى 0.9. شقد نقدر نقلل هذا السي دي اي؟ هاي بي دراسات المفروض ان شاء الله انا اطرح لكم اياها من اكمل هاي المحاضره، انه شلون وسائل نقلل هذا السي دي اي، لان السي دي اي اللي هو الانديوس كوفيشنت يقلل لي شنو السبان مالت الجناح، ومعناها راح يقلل لي الاسبكت ريشيو ايضا اللي هي عنصر مهم بالنسبه. لذلك اشوف الطائرات الشراعيه يكون الاسبان مالتها جدا عالي على مود يقللون من تاثير شنو السي دي اي، لذلك بعض الطائرات تشوفون الاسبان مالها عالي بسبب هذا الانديوس دراج. الانديوس دراج اللي هو دي اي هو يؤخذ بهذه المعادله، بما ان السي دي اي اللي هي الانديوس دراك كوفيشين ايضا هو عندي دايناميك بريشر مضروب في المساحه الجناح
بيسي انديوس دراج كوفيشنت. فبما انه انا الدي اي اللي هو انديوس دراج الى علاقه بالسي ال تربيع، فالسي ال تربيع هي منين جايه؟ من معادله اللف تربيع على اليمن على ال في الدايناميك بريشر اس باي دلتا اي اللي هي هاي باقي هاي هاي شنو اللي هو مثل لي السي ال تربيع. فعندي مختصر هنا انا يختصرهم، فراح بالنتيجه دي اي يمثل لي ال تربيع على واحد على اثنين رو في تربيع بي تربيع باي، فاللي انه الاس في اي اللي هو المساحه في الاسبكت ريشيو مثل لي اللي هي السبان اوف ذا وينج. فبالمخطط دائما راح نلاحظ الانديوس دراج هو بالاتجاه والباراسايت دراج بالاتجاه بالنسبه للاير سبيد والدراج. فهذا المخطط التوتال دراج راح يعطيني مينيموم توتال دراج اللي هي بالنقطه التقاطع هاي، هاي نقطه التقاطع يعطيني عاده. هاي جدا مهمه في حساباتنا ان شاء الله بالامثله راح ناخذها من شلون نرسم هذا الدايجرام حتى احدد شيء مهم اللي انا العنصر الرئيسي هو الافيشنسي اوف ذا وينج. هذا المهم، هذا اللي يهمني اللي هو الافيشنسي اوف ذا وينج. شلون انا اقدر احدد الافيشنسي اوف ذا وينج بالقيم اللي احنا المقترحه اللي اعطيناها؟ يجب ان ندخل الى فرد موضوع اخر اللي هو ليفت سلوب اوف ذا ايرفويل. لانه ليفت سلوب اوف ذا وينج هو منين يتكون اعتبار انه الوينج يتكون الكروس سكشن مال ايرفويل. فاذا راح ناخذ الليفت سلوب اوف ذا ايرفويل اللي هو يمثل دي سي ال على دي ال دي الفا اللي هو او الفا زير او سي ال الفا يساوينا 2 باي. هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للايرفويل. لكن بالنسبه للجناح اكو فرق فاكتر اللي احنا الالفا ما راح تصير هي الالفا اللي هي ما معلوم اللي عندنا اللي هي عندي شنو الالفا افكتيف بسبب الانديوس دراج، فراح يمثل لي الفا ناقصا الفا انديوس دراج اللي شرحناها بالمخطط اللي حشيناها. فاذا عندي الليفت سلوب اوف ذا وينج راح يعتمد عليا من على الافكتيف اوف انجل اوف اتاك اللي هو دي سي ار على الافكتيف اوف انجل اوف اتاك اللي هي الفا ماينس دي عاد ما يعادلها بهذا الموضوع اللي هو سلوب اوف ذا حتى نوجد العلاقه الربط ما بيناتهم. فعندي ناخذ الانتجريشن مالته راح نعرف انه السي ال دبليو اللي هو شنو الليفت سلوب اوف ذا اوف ذا وينج اللي هو هذا المعادله. ناخذ الانتجريشن الالفا اي ايش راح اساوي لي اللي هو الانديوس انجل اوف اتاك راح يتمثل لي الانديوس اوفر هو ايش قد انا عندي الليفت كير اللي السلوب ليفت سلوب كير اوف ذا وينج على الباي في الاسبكت ريشيو. شو راح اقدر اعوضها عن طريق هذه المعادله انا اقدر اطلعها. هاي منين جبناها؟ هذا القانون جبناه من فروم ليفتنج لاين ثيوري. بالليفتنج لاين ثيوري منطيني الانديوس دراج بهذا القانون. فاذا الان اقدر اطلع الليفت كير سلوب بهذا المعادله. لما اسوي الديفينيشن اخذ المشتقه مالتها راح تطلع عندي بالقانون التالي. هاي كلها قوانين اساسيه بالنسبه لمن الليفت سلوب اوف ذا وينج. فبالنتيجه راح نحصل على من هذا اللي حصلنا عليه هذا اللي هو ليفت سلوب اوف ذا وينج. هذا يخص منه يخص من الليبتيكال ليفت ديستريبيوشن. شنو نقصد بالالليبتيكال ليفت ديستريبيوشن اللي يخصني؟ هذا راح شوي انا ادخل بهذا الجانب من هنا واجي على هذا. هذا اولادي شنو يقصد بالالليبتيكال ليفت ديستريبيوشن ان جنرال؟ انا عندي الجناح هذا الجناح عاده عندي الرفع راح يكون هذا الليبتيكال ليفت اللي هو اللي يصير عندي على الجناح. هذا عندي الليفت هذا الليفت. فبسبب الفورتيسيز اللي يصير عندي هنا وبسبب الفورتيسيز اللي يصير عندي في الاتجاه هذا يتغير الشيب مالته.
فمن يتغير الشيب مالته بما يتغير بالانديوس فاكتور اللي هو شنو اللي هو الدلتا. استاذ السلايد وقف وقف هسه ارجع لك اياه. هسه هذا واضح تشوفه هذا اللي انا عرفته له لا هسه على السلايد 20 واقف ما بي مؤشر. طيب لا هسه فدنا هسه هذا شوف هذا واضح هذا السلايد عندك واضح 20 ومؤشر يمشي. اي هذا اللي احنا شنو هذا بالنسبه للاليبتيك ديستريبيوشن ليفت. الاليبتيك ديستريبيوشن ليفت يعني انا عندي شنو عندي سبان اوف ذا فالقوه الرفع راح تكون على شكل اليبتيك فوق من الطرف الى الطرف. الطرف يكون عندي صفر والى ابدا بالنص والى الطرف الاخر صفر. لكن بسبب الفورتيسيس اللي راح يصير على الاطراف هنا راح شنو تاخذ جزء من السبان اوف ذا وينج راح يتغير للشيب اوف ذا اليبتيكال. هذا تغيير الشيب الاليبتيكال يعتمد على ايش قد انديوس دراج فاكتور دلتا اللي هو واحد زائد ان دلتا. فالافيشنسي مال الدراج هذا شيء مثل لي الافيشنسي اوف ذا وينج واحد على من واحد على زائد دلتا اللي راح يتمثل لي بالنتيجه احوض هذا بمن بالافيشنسي اللي هو اسورد افيشنسي اللي هو هنا عندي يمثل لي ليفت سلوب of the wing اللي هي تعتمد عليه من على lift slope of the airfoil واحد زائد lift slope airfoil by efficiency of the wing by aspect ratio. الأي هاي نفس مثل لي هاي يعني أنا هاي ثلاث معادلات كتبت لكم إياها إنه إحنا هاي المعادلة هي نفسها. أنا إذا عرفت lift slope of the wing اللي هو CL alpha wing أقدر أطلع الإفيشنسي لو ما أقدر أطلعها أقدر أطلعها لأن كل البيانات عندي واضحة الباي عندي والأسبكت ريشيو موجود. حتى أطلع هاي لازم أعرف شنو قيمة هاي. فهذا عندي المعادلة الأولى هاي نحتفظ بها خليها في بالنا. أكو معادلة أخرى تحسب لي اللي هو الليفت سلوب أوف ذا وينج. نعم أكو معادلة أخرى اللي هي هاي المعادلة اللي موجودة عندي اللي هي 2 باي أي أسبكت ريشيو. هاي كل اللي أنا ما أقرأها أنتم قدامكم تقرأها اللي بيها البيتا والبيها السويب الانجل اوف ذا هاف كورد وعندي الكي هي ريشيو الكي هاي هنا عندي تاخذ قيمه واحد. فانا اختصرت هذا القانون ووصلت الى انه هذا الاتجاه. فاذا انا لما اقول عندي الليفت كيرف اوف ذا وينج ليفت كيرف اوف ذا وينج هو 2 باي اسبيكت ريشيو عليه من 2 زائد تحت الجذر التربيعي. هل انا عندي هنا افيشنسي؟ ما عندي افيشنسي. اذا انا من خلال كل الداتا المعطيات اللي هنا اللي انا اعطيها بالجيومتريكال مالته اقدر احدد شنو الليفت سلوب اوف ذا وينج. من حددت هنا الليفت اوف ذا سلوب اوف ذا وينج اقدر اعوضها هنا واطلع الوينج افيشنسي. هاي طريقه موجود. هاي اول طريقه. البيتا معروفة هي تحت ال كإنديكيتر يعني موجود ضمن الأيرودينام وفي ما يخص هذا الموضوع هو الماينس ام تو الماخ نمبر 2 يعني سرعة هنا أنا ماخذينها بالماخ. الكي قلنا واحد. هل هاي طريق هاي طريقة الأولى. الطريقة الثانية لحساب الإفيشنسي أوف ذا وينج اللي هي هاي الطريقة عادة ما تحدد بهذا القانون أيضا. هذا القانون شوية بنوع من التعقيد في حساب الإفيشنسي أوف ذا وينج لأنه باعتبار أن الآر هنا شت مثل اللي هو فاكتور which depend of Reynolds number based on leading edge radius leading edge sweep Mach number wing aspect ratio and e taper of the ratio. هذا كله يدخل في مقابل. هذا عادة يعطى رقم صريح من خلال المسائل الرياضية إذا ريدنا نستعمل هذا القانون أيضا. والسي ال الفا هذا حسبناه بالطريقة اللي الموجودة اللي شرحناها. فإذا أنا عندي طريقتين أقدر أحسب بها الوينج افيشنسي. الطريقة الأولى وهاي عندي الطريقة الثانية اللي موجود أنا أقدر أحسب بها الوينج أوف ذا افيشنسي. فمن خلال ما أخذنا تأثير الانديوس دراج أو على الجناح إيش قد مقدار تأثيره لو تلاحظ هنا من خلال انه السلوب اوف ذا وينج هذا اللي هو الاحمر
سلوب ليفت اوف ذا وينج، وهذا عندي شنو السلوب ليفت اوف ذا ايروفويل. انا اذا انا اريد احقق فرد قيمه معينه، انا عندي في الزاويه مع الانجل اوف اتاك 5، لنفرض ان فرد لها قيمه رقم 5، ايش قد انا الجناح يولد لي بالانجل اوف اتاك 5 فرد قيمه، ايش قد مقدارها؟ مثلا نقول 0.5 نفرض فرد فرضي، بينما بالوينج بالايروفويل يولد لي مثلا 0.8، يعني القيمه على نفس الانجل اوف اتاك الايروفويل ينطيني دائما اعلى من الليفت اوف سلوب اوف ذا وينج. هذا شنو بسببه؟ بسبب الانديوس اللي هي الافيشنسي، اللي هي ايش قد تقلل من تاثير الجناح بتوليد الرفع انه راح تنزله. فاكو فرد فارق بسيط اللي هو بسبب الاي، هاي الاي اللي هي تلعب هذا الدور، سببت لي شنو سلوب اوف ذا ليفت كير اوف ذا ويند. هذا سبب شنو الانديوس دراج، هذا كله بسبب الانديوس دراج اللي موجود على التيب اوف ذا ويند. هذا خاطر نعرف انه شنو اللي سبب تاثير. عاده اولادي هذا شلون الحاله، انتم شايفين الطائرات النقل اللي تلاحظ على الاجنحه مالتها، طائرات النقل. هسه انا راح اوضح لك اياها. هاي الصوره واضحه باقي عندكم؟ شوفوا هاي الصوره اللي هاي واضحه، شوفوها اولادي. سلايد 23 هي هاي اللي بيها سي ال على الفا، اللي بيها الخط الاحمر اللي هو سلوب اوف ذا وينج، وعندي السلوب ليفت. هاي واضحه قدامكم؟ واضحه نعم واضحه. اي شوف الطائرات النقل الحديثه سووا بالجناح هاي، انا مثلا اللي هي البوينغ والايرباص، انا قبل كان هذا الجناح عندهم الشكل. فسابقا شنو كانوا يتعاملون؟ فبما انا عندي الاسبان من لا هنا بسبب السي دي اي سابقا، يعني بالطائرات القديمه شو يسوون؟ يزيدون شنو؟ يزيدون لي عندي الباع مالت الجناح. من راح يزيد لي الباع مالت الجناح؟ بسبب الفورتسيز اللي تصير لي هنا وتصير لي هنا في سبيل حافظ لي على الباع اللي هو ضمن الكالكوليشن مالته. لكن الزياده في الباع الجناح او الاسبان مالت الجناح ها راح يولد لي مواد اكثر، يعني وزن اكثر، ستراكشر اكثر للبيندنج مومنت، يعني يعطيني ستيفنس، راح يزيد الستيفنس، راح يزيد لي وزن الطائره. فمن خلال هذا انه لاحظوا انه هاي الزياده بالوزن الطائره طبعا راح تاثر على البيرفورمانس مالت الطائره بسبب الوزن. فشنو خلوا وينج تيب يسمونه. لو تلاحظون بالطائرات اللي انتم ذا مسافرين عليها تلاحظ اكو فرد وينج تيب صغير هنا. طبعا هذا الوينج تيب هو شنو؟ يقلل لي من الفورتسيز اللي تصير وين؟ يقلل لي من هاي الفورتسيز. ليش؟ لان الوينج تيب دائما راح شنو؟ حافظنا على من؟ على نفس الباحث هذا نفسه بقى. لكن الفورتسيز بدل ما تصير من الابر من اللور الى الابر صعدت وين؟ اخذت فرد طريق اطول اللي هو هذا الطريق، صعدت الى اللي هنا. فاذا وين صار عندي الاختلال؟ صار عندي فقط وين؟ بالتب هنا. هذا الفورتسيس مالته شنو؟ الماجنتيود مالته شنو؟ قليله. فمن قل عندي الماجنتيود مالته بسبب التب هذا اللي صغير راح يصير، بسبب هذا الوينجلت هذا احنا نسميه، هذا راح يقلل لي من الفورتيجس. من يقلل من الفورتيجس راح يسوي؟ راح يرفع لي شنو؟ راح يزيد عندي انا الليفت الفورس اوف ذا وينج. فهذا بالطائرات اسرت. واكو اشكال وانواع، اكو من عنده عمودي شكل يصير، اكو من عنده هذا الشكل يصير. صاد واحد شوفوه بالطائرات وقف. اي دكتور سباد على الشارت هذا باقي على هذا. انا اسال اللي رسمته واضحه بالنسبه لكم هاي المخططات باللون الاحمر؟ هو ثابت على السلايد مال 23 مال المخطط سي ال الفا. اي هذا انا اللي سويت عليه انه هو
معالجة الفورتيسيز خاطر نقلل من تأثيرها. شنو سووا؟ الوينجلت. الوينجلت اللي هو يقلل لي من تأثير هذا اللي يشوفه بالتب بالجناح مع طائرات النقل، هو هذا وجد اللي قرر تقليل الانديوس دراج على التب مالت اللي يتولد عندي. أسف واضحة أولادي؟ أكو واحد عنده سؤال؟ أكو واحد عنده سؤال أولادي؟ ماشي. تسمعوني؟ تسمعوني؟ ماشي. هسه راح نجي عندنا شنو؟ احنا ايش قد بقالنا؟ بقالنا تقريبا بحدود الربع ساعة إن شاء الله. راح ناخذ فيديو مختصر. هذا الدراك اوفيشنت اوف فيوزلاج. تعرفون الفيوزلاج هو شنو؟ اللي هو يتولد عند عدة أنواع من الدراك، اللي هو انديوس دراك، فريكشن دراك، انترفيرنس دراك، فورم دراك، بيز دراك. هذا فأنا اللي هي من بالنسبة للدراك اوف ذا فيوزلاج اللي هو شنو؟ CDOF اللي على CDLF. هاي شنو CDOF؟ اللي هي زيرو ليفت دراك كوفيشنت، يعني هذا أنا اللي مثل لي عندي شنو؟ زيرو ليفت. هاي هو اللي مثل لي أغلب الدراك اللي يوجد على بالفيوزلاج هو ناتج عن سكن دراك، بسبب السكن دراك، وأيضا بسبب لكن إنه قيمة السكن دراك ما تعالي بسبب إنه طول الفيوزلاج عندي عادي، وهذه يمثلها فيوزلاج دراج كوفيشنت ديو ذا ليفت، يعني من خلال قوة الرفع ايضا راح يولد لي ديو، راح يولد لي عندي دراج. هاي معادلة اللي هي دراج اوف ذا فيوزلاج. اللي دائما الفيوزلاج عادة هو يعتمد عليه من على الجيومتري. الجيومتري هي اللي يتمثل الدايمتر اللي كروس سكشن مال الفيوزلاج واللينكث مالت الفيوزلاج. فبما انا عندي كروس سكشن وعندي لينكث، فناخذ اكو يسمونه فاينانس ريشيو اللي اي اف، اللي هو طول الفيوزلاج على الاكويفالنت الدايمتر اوف ذا كروس سكشن. الاكويفالنت دايمتر اوف ذا كروس سكشن من ناخذه من مساحه الكروس سكشن اللي هي دائريه، هذا فهي شنو؟ دي تربيع باي على 4، اللي هي من خلال نقدر احنا نحسب الدي اي تربيع اللي ينطيني شنو؟ ماكسيموم كروس سكشن اريا. هاي الماكسيموم احنا نسميها فرونتال اريا اللي يصير بيها شنو؟ الفورم دراج اكثر شيء، باعتمادا عليه من اعتمادا على الفاينانس ريشيو. حتى اقدر انا احسب الزيرو ليفت دراج اللي هو هذا سي دي او اف، اللي هو زيرو ليفت دراج ميل، اللي هو شنو قلنا؟ سكن فريكشن دراج ديبيندينج اون اليمن، مثل ما درسنا السكن الفريكشن على رينولدز نمبر، على البيس اون لينكس اوف ذا فيوزلاج، سيرفيس رونس، فاينانس ريشيو. هاي اربع ثلاث عناصر اساسيه راح يعتمد عليها سي دي ار. هاي المعادله مالته اللي موجوده عندنا اللي هو RWFCF، هذا السكين دراج اللي هو نفس السكين اوفر افلات بليت زائد 60 على اسبكت فاينانس ريشيو اس 3. هذا قانون ثابت عندي انا اقدر احسب من عنده من خلاله شنو. الRW هي وينج فيوزلاج انترفيرنس فاكتور، هذا عاده الا قيمه ثابته اللي معين اللي هو ما يتجاوز 0.05. السكن فريكشن نقدر نحسبه من خلال الرينوس نمبر والرونس، وهذا نقدر نحسبه من خلال الباوندري اللي درسنا. الاي اف 3 معلومه اللي هي ال على دي اي اللي هو الفاينانس. هاي ايضا الاس ويت اللي هي مساحه الكروس سكشن بالنسبه الى مساحه الجناح. لكن الفقره الاخيره اللي هي سي دي بي اف اللي هي هاي احنا نسميها الفيوزلاج بيس دراج كوفيشن. هاي الفيوزلاج احيانا صفر واحيانا لها قيمه. هاي على من تعتمد؟ تعتمد على الشكل الخلفي المال للفيوزلاج في الطائرات النقل بصوره عامه. اذا كان عندي الخلفي للطائره للفيوزلاج بهذا الاسلوب، فهذا شنو؟ ما عندي بيس دراج حيصير بالفيوزلاج. لكن لما يكون عندي بهذا الاسلوب اللي انا عندي فرد مو حد مو بزاويه
مو بزاوية اللي يتصل بيه، وإنما عن طريق فرد مسافة موجودة بيناتهم. هاي عادة موجودة اللي يستخدموها بالاي بي يو، محرك صغير يصير بالطائرة الاكزوست مالته من اللي هو يسوي يولد لي الكهرباء للطائرة من توقف. فاكو هذا يولد لي شنو البيز اريا، هاي يسميها البيز اريا. هاي البيز اريا تولد لي دراج من خلال شنو بالليفت زيرو دراج، قيمة هذا هاي القيمة مالته، هذا قانون مالته هنا يطبق. إذا أنا كانت عندي موجودة الحالة هذا قانون، وإذا في هذه الحالة يعني معناه ما عندي بيس، فأنا بيجي حالة هذا تكون عندي صفر، فهذا zero left drag of the fuselage. بالنسبة للدراج coefficient of the fuselage اللي هو هنا اللي راح يعتمد على الألفا، يعني راح يعتمد على اليمن، هو lift coefficient of the drag، هذا اللي راح CDOF 1 زائد K ألفا على 15 أس تربيع. هذا عندنا قانون إلها، وهنا عندي واضح إنه سيدي هو drag of the fuselage at zero angle of attack اللي هو skin of the friction اللي راح يصير عندي هنا الدراج هنا، أو وزائدا عندي الفوم دراج اللي راح يصير عندي هنا بالزيل angle of attack. الألف هي أنجل أوف أتاك، الكي إلى قيمة ثابتة معلومة اللي هي أما واحد بالنسبة إذا كان الكروس سكشن سيركولر واحد، أما إذا كان ركتانجولر راح يأخذ قيمة من 4 إلى 6 ركتانجولر الفيوزيلاج. فحتى أقدر أقلل الفيوزيلاج دراج عندي شو ريليتيفلي فيري سمول كومبار أو الفيوزيلاج ليفتر، أنا بالنسبة لي أولادي بما أنه إن شاء الله إحنا نكمل على المحاضرة الجاية، لأنه هسه إن شاء الله ما بقى 10 دقائق، نكمل على المحاضرة الجاية مع السلايدات اللي هي تقريبا ما تبقى بحدود 4 سلايدات، أذني أكملكم إياها على المحاضرة الجاية، وناخذ الأمثلة اللي تخص لدراج اللي إيربلين دراج. ماشي يا أولادي، حس إحنا وين وصلنا؟ لغاية الـ chapter 3 صفحة 29، فإن شاء الله نكمل. خاطر أدخل بهذا الموضوع بتفصيل أكثر بعد، أوصلكم الفكرة أكثر، وناخذ بعض الأمثلة ونطبق القوانين اللي